الطب البديل، العلاج المتكامل للروح والجسد. تأليف الدكتور جابر القحطاني. في هذا الكتاب العلاج بالشمس، العلاج بالتنويم المغناطيسي، التداوي بالصوم، العلاج بالإبر الصينية، العلاج بالماء وغيرها. من أبرز المآخذ على الطب الحديث أنه يتعامل مع المريض على أنه كتلة من المادة، أما الطب البديل فيرى أن الإنسان روح وجسد لا يمكن الفصل بينهما في أثناء تشخيص المرض وعلاجه. يقدم هذا الكتاب كشفا مهما بالأمراض المستعصية التي يمكن علاجها بالطب البديل، ومكتبة رائعة تضم الأعشاب الشافية التي أثبتت فاعليتها في القضاء على المرض. مؤلف الكتاب الدكتور جابر القحطاني، أستاذ في جامعة الملك سعود ورئيس قسم العقاقير واللجنة العلمية المركزية للطب الأعشاب. الطب البديل كتاب لا غنى عنه لكل أسرة تعنى بصحة أفرادها. هذا الكتاب متوافر في جميع فروع العبيكان وموزعيها في المملكة والعالم العربي. كتب مميزة. كتاب الطب البديل. العبيكان للنشر، نلهم المعرفة.